مشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إجهر. طبعا اليوم حلقتنا راح تكون هي بعنوان الخروج عن القطيع. بصراحة موضوع مهم جدا، يعني بما أنه أصدقائنا وأحبابنا كتير عم نشوف ناس عم تخرج من القطيع، راح نحاول نفهم شو الأسباب اللي تؤدي الناس تخرج من القطيع، وشو معنى القطيع. يعني أنا قبل ما أدخل على الهواء بصراحة في شخص قال ما معنى القطيع، يعني شو معنى القطيع. طبعا نحن في المصطلح هذا، مصطلح القطيع، هو ليس جديد يعني، ولا يقصد فيه أنه قطيع سيء، يعني شيء سيء، ولكن راح نحاول مع بعض نفهم معنى المصطلح هذا ونفهم شو معنات انه الخروج عن القطيع وليش الخروج عن القطيع، وبعد ما الخروج عن القطيع ما هو الانسان اللي يخرج عن الفكر الجماعي هذا. بالبداية خلونا نرحب باخونا وحبيبنا ديفيد رجل الكهف. ديفيد انا اعرفك، كنت متابعك طبعا على الفيسبوك، وبصراحة انت يعني كفيت ووفيت مثل ما بقولوا في هالسؤال هذا الفيديو. على كل حال الفيديو اللي انت علقت عليه انا حاولت اشوف كم ثانية منه الاوائل ولكن ما قدرت، يعني ما بعرف انت كيف عندك الطاقة انه تتحمل وتشوف هيك فيديوهات. اهلا وسهلا فيك ديفيد. يسعد مساك بصراحة، حتى يعني أنا شغلته بس كنت عم بسمع وما يعني قطعت شوي هيك مراحل لأنه كتير في لعي بلا طعمة، فلو كان الفيديو ساعة ما بتوقع كنت رح أشوفه كله يعني. لكن من الضروري جان إنه دائما نحن نتابع كلياتنا، يعني نكون عم نتابع شو في أفكار بشكل عام. يعني أي شخص كباحث لازم دائما تتابع وتشوف انت شو الناس عم تفكر، شو الناس عم تحكي الى اخره. يعني حتى ايام انا كتير بتصير فيني انه بتفرج على مشايخ شو عم يحكوا وكذا، ذاكر نايك وفلان وعلتان وهيك، لانه بدك تفهم انت شو. يعني اوكي انا ما عم شوف هدول الاشخاص، يعني مثلا ما بتخيلني عم شوف الحويني لاتعلم منه شيء جديد مثلا يفيدني بالحياة، لكن ضروري انك تتابع هيدي الامور لسببين. السبب الأول بيورجيك شو عم ينزرع بعقول الناس، وهيدي فكرة يعني، أو بتوقع يعني بطريقة أو بأخرى هو موضوعنا لليوم. فأولا بتشوف أنت شو عم ينزرع بعقول الناس، ثانيا كمان بتشوف وقت بتقرأ التعليقات أو بتسمع الأسئلة اللي عم تتوجه لهدول رجال الدين، بتشوف كمان شو مستوى هالناس اللي أنت عم تحاول توصلهم التنوير تبعك، لحتى تحاول تعمل مقاربات لتشوف هذا كيف عم يفكر هذا الشخص. فأنا بشوف إنه من الضروري من وقت للتاني الواحد يتابع هدول ويشوف شو عم يحكوا يعني بشكل عام. بكل تأكيد ديفيد. ديفيد خلينا نبدأ في سؤال انطرح بصراحة. أول حطيت اللينك فجاني سؤال من أخ أو صديق يقول ما هو القطيع؟ شو معنى كلمة قطيع؟ هلا هي مصطلح نحنا يعني مصطلح بيستعمل للدلالة على إنه الناس، للدلالة على الأشخاص اللي هن عم يتبعوا سيدهم بغض النظر مين هو هيدا السيد، اتباع أعمى من دون أي تفكير. فمثل ما أنت بتشوف قطيع الغنم مثلاً او الماعز او البقر او اي قطيع حتى الحيوانات البريه، في منها حيوانات تعمل قطعان كامله وبتتنقل من مكان للتاني، كلهم ماشيين مع بعض من دون اي تفكير، ما حدا عم يخرج عنه، ما حدا عم يحاول يشوف انه بركي نحن رايحين لمكان خاطئ. هلا هيدا التشبيه انا بشوفه كتير دقيق لمعظم العوام بشكل عام بالعالم كله عبر التاريخ كله. وقت اللي بتلاقي انت انه الناس، وهذا الشيء محزن، انه الناس من طفولتها لقنت بعض المفاهيم، بعض الافكار، اعتنقتها مدى حياتها كلياتها. يعني اللي تعلمه باول 10 سنين من حياته حيشتغل عليه 60 سنة بحياته كلياتها من دون ما يعمل عقله ولا حتى يفكر ولا حتى without questioning، يعني من دون ما يسأل عن الموضوع كلياته. هيدا الشيء اللي عم يتخليك تشوف انه الناس
ما عم نحرز التقدم المطلوب بتقارب المجتمعات مع بعضها، بتقارب الـ يعني شوف مثلا لليوم المجتمعات العربية مثلا غارقة بقطعان، في منها قطعان صغيرة وفي منها قطعان كبيرة. بلد مثل لبنان مثلا بلد صغير كثير كثير، مقسم إلى طوائف، ولكل طائفة لها زعيم، ولكل زعيم مشي القطيع تبعه وراه بشكل أعمى. لأقول لك شغلة على القطيع، مثلا شفت مقطع فيديو قصير لجورج قرداحي الإعلامي العربي المشهور اللبناني، فكانوا عم يسألوه إنه أنت تحولت للإسلام من مسيحيتك، فلفت نظري كتير جوابه. قلت له اسمع، يعني أنا شفت الفيديو لشوف شو رح يعلق على هيدا الموضوع وشو رح يكون. أنا توقعت إنه رح يكون كلامه يعني دبلوماسي وكذا مثل أسلوبه المعروف، ولحتى ما يخسر فيورز وفانز ومشجعين ومصاري وبزنس وعقود قادمة، يعني هذا الشيء المتوقع وهذا الشيء اللي عمله الحقيقة. لكن أضاف عليه شغلة، قال لك أنا مسيحي ماروني، ومارونتي هي مارونيتي هي هي قوميتي. لحنا هون بلبنان طوائف، ولكل طائفة يعني أجدادنا عانوا وكذا لحتى ثبتنا حالنا بأيدي الأرض، وأنا ما رح أتخلى عن هذا الموضوع. أنا مشان هيك يعني ما حأقلب وصير مسلم ولا صير أي شيء تاني، أنا مسيحي ماروني، ولدت هكذا وسأموت هكذا. صرت فورا هيك فكرت إنه معقول يعني شخص إعلامي بارز مثل هذا يعتبر من مثقفي العالم العربي يجاوب جواب تافه بهذا الشكل، يجاوب جواب إنه هو عبارة عن فرد من القطيع؟ إيه جاوب، الفيديو موجود أنا شفته امبارح بالليل. فما بالك أنت بالعوام من الناس اللي لا درست ولا سافرت ولا شافت دول ولا قرت ولا تعلمت ولا عاشرت ناس ولا هيدا اللي اسمه قطيع، أنه هو أعمى بهيدا الشكل. أنت ولدت بمدينة الفلانية فخلص أنا ملتزم بعاداتي وتقاليدي وكذا وديانتي و و و و كل الأمور اللي أملوها علي أهلي وأنا وصغير، أو أملتها الحكومة أو أملاها رجال الدين وكذا، خلص أنا تبرمجت عليها ومشيت عليها من دون ما أفكر بإني غيرها. فهيدي فكرة القطيع، وهي موجودة دائما و everywhere. ديفيد، بصراحة هون نحن مثلا أنا وأنت ومن يدعون، خلينا نقول نحن الذين ندعي إنه نحن ندعو لفكر تنويري، لفكر جديد، لفكر متحرر فيه الحرية الكاملة، أخرجنا ناس من قطيع، دخلناهم بقطيع آخر. يعني صار الشخص يطلع من مجموعة أو من جماعة فكرية معينة يدخل بجماعة فكرية أخرى معينة، مثل نحن مثلا كملحدين أو كتنويريين وتقدر نسميهم التسميات ما هي مهمة، ولكن كيف الإنسان راح يحكم وين الصح وين الغلط؟ ما هذا عقل جماعي صار وهذا عقل جماعي صار، كيف بدنا نحكم يعني بين الصح والغلط؟ تفضل. برافو عليك، نقطة كتير مهمة، وأنا كرمال هيدي النقطة بالذات بقول للناس اتبعوا دوروا اقروا ابحثوا انتوا. إذا أي حدا من الناس اللي تابعني بكل الفترة اللي بنشر فيها فيديوهات أو قبلها بالمقالات، ولا مرة قلت لحدا إنه اتبعني لإلي أو اتبع فكرتي أو اتبع الرأي اللي أنا عم أقوله. أنا عطيت بعطي أدوات، أو نحن بنقول إنه أنا عم بعطيك أدوات لانك انت تدور، انا عم بطلعك على انه في افكار مختلفه انت تروح وتشوف وتبحث فيها. انا عم اقدم لك الادله اللي انا شايفها، يمكن ساعدك اختصر عليك كثير من البحث، يمكن ما عندك الوقت اللي انا احسنت احصل عليه، يمكن ما عندك القدره على معالجه بعض الامور المعقده اللي انا احسنت اعالجها. عم ساعدك بهذا الموضوع، لكن وقت بدي الاقي انه شخص بده يعني يتبنى الفكره اللي انا بدي اتبناها بس لأنه أنا تبنيته، فيعني هذا الشخص ببساطة يعني بالنسبة لي هو عم ما تغير عمليا، هو لأنه يمكن عجبه ستايلي، يمكن عجبته البلوزة السوداء اللي بحملها أو هيدا القلم اللي ماسكه، فإنه اتبعني. طب إنه
I don't care بصراحة. يعني هذا الشخص ما حسسني بأنه هو صار عنده قيمة فكرية معينة أنه هو يقول لك أنا خرجت من القطيع. وبكل أسف أنت يعني you pointed حطيت إيدك على نقطة كتير مهمة، اللي هي أنا عم شوفها كتير اليوم من تشرق، إنه العالم بس عم تردد مثل الببغاءات على الفيسبوك، وخاصة بكل أسف هيدا الجيل الجديد، التينيجرز الجداد. أنا مبسوط وبتمنى كنت لو كان بين إيدي الأدوات، كتير بتمنى بحسدهم هدول الشباب الصغار اللي اطلعوا على هيدا الفكر، اللي صاروا متحررين، اللي كذا، شافوا أفكار جديدة. هو بعده عمره 13 و14 و15، بين ايديه في فيسبوك ويوتيوب وموبايل صغير حامله عم يفوت للعالم كله. بايامي ما كان هذا الشيء موجود، ولا حتى كنت فكر فيه بهذيك المرحله العمريه انه يكون موجود. فبيحسني كثير انه انا عم شوف انهم بس عم يطلعوا من قطيع ويفوتوا بقطيع. وانتبه جان، وقت انا عم بحكي على قطيع، القطيع مو بس انت الدين اللي انت متبعه، انت ممكن تكون ماشي ورا القطيع باتباعك للموضه، باتباعك لنمط الاكل اللي عم تاكله، او نمط الثياب اللي عم تلبسه، والموسيقى اللي عم تسمعها، و و و كل هيدي التفاصيل. هي اذا انت مالك عم تعمل هذا الشيء لانك مقتنع فيه، فانت معناتها ماشي بالقطيع لساتك. لا تفرح كثير انه انت خلصت من دين، ولا طلعت من دين تفكر حالك صرت قصه كبيره. لا لا يا حبيبي، لا 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 ابدا. اذا طلعت من الدين وانت علقان بالقوميه تبعك، طب ما انت لساتك علقان بالقطيع يا حبيبي، انت خلصت من واحد. بس انا عامل فيديو عن هذا الموضوع، ماني متذكر اذا نشرته على قناتي ولا لسه، انه انت اذا خلصت من واحد فانت خلصت من واحد، بس لسه قدامك كثير لتخلص منه. في عندك مثل ما قلت لك رجال السياسة، اذا متبعوا اتباع اعمى، اذا انت عندك موقف سياسي لانك انت مقتنع بهذا الشيء، اوكي انا موافقك، بس لانه انت عاجبك ما بعرف ستايله، او لانه انت نشأت ببيئة معينة، مثلا عائلتك تتبع مذهب سياسي معين فانت ضليت سايق عليه متبع الموضة وكذا. يعني بدي اسألك انت ليه لابس هذا الستايل باللبس، وتعطيني جواب. مثلا ممكن تقول لي بيريحني، ممكن تقول لي انا احبه، ممكن في كذا في كذا، اوكي انا بفهم عليك انك انت معناتها عارفان شو تعمل. لو كان على الموضة ما عاد عندي مشكلة، بس انت عارفان شو عم تساوي. بس انك بدك تقول لي لانه الموضه هيك هي السنه، اوكي انا حط، انا فهمت انت شو عم تحكي. عرفت كيف؟ هلا انا مالي ضدك انك تكون، مالي ضدك تسمع اخر جاستن بيبر مثلا، مالي ضدك اسمع يا اخي بيبر، اسمع اي حدا من هدول، ليدي جاجا ما عندي مشكله لو انه هي دارجه كموضه، بس انه اسمع غنية لطيزي هي اللي درجت كموضه من جديد عند العرب، ما عندي مشكلة. بس أنا وقت بدي أسألك أنت ليه حابب هي الغنية، وتجاوبني مثلا لأنه التون الموسيقي تبعها كذا، لأنه فيها قلبات زمن كذا، لأنه فيها معنى فلاني بالكلام تبعها كذا، فيها رسالة كذا، أوكي سافا أنا معك، ما عندي أي مشكلة. برافو عليك، يعطيك العافية، أنت عارفة شو عم تساوي. بس لأنه هي موضة فلحنا لازم نحطها بسيارتي وعلي الصوت وأرقص عليها، فلا اوكي انا فهمت عليك شو انت. لا تقلي لا متنور، ولا تقلي اي شيء، انت ولا شيء، انت لساتك متبع للقطيع بغض النظر عن اتباعك لدين معين او لا. بصراحة مشان هيك شجعتني أسمع. أنا ماني سمعان بهالغنية هي، ولكن بما إنه سمعتني إياها راح أسمع بعد البث، يعني أشوف هي. على فكرة انا ما سمعت على فكرة، بس سمعت عنها، شفتها انطرشت وين ما كان. يعني انا ما بحسن هذا النمط أيوة من الأغاني، اني ما بحسن اسمع اكثر من 10 ثواني منه بيكون راسي فلع. يعني سمعت طلاطيش حكي عنها، وهلا كمان رجعت أنت يعني كررت الطلاطيش هاي، فشوقتني اسمع هاي الغنية. يعني للاسف الشديد وصل فينا الانحطاط لهالدرجة هاي، حتى هيك عناوين تنتشر للاسف. على كل حال، وفي نقطة كمان انا حبيت بس فكرتني فيها، انه في ناس ديفيد يعني مثلا ما بلبسوا الشغلة إلا لأنه ماركة، يعني ما بعرف يعني شو إنه ماركة، بس ماركة يعني بصراحة أنا ما بعرف يعني شو أحكي عنهم. بصراحة أنا ما لم أفكر بهم، يعني بدون مستوى التفكير أصلا إنسان يفكر فيه بهالمسألة هاي.
بعرف إذا عندك تعقيب عليها ولا نروح على السؤال الآخر. لا عندي تعقيب، عندي طيب تعقيب. هي تفضل. الفكرة هي اللي تشوف وقت انت بدك تدور. نحن كبشر نحتاج الى قيمة، كل واحد فينا بيحس انه انا لازم يكون عندي قيمة. بقعد معك رح تقول لي انت قديش انت شاعر وعندك احاسيس وبتكتب وكذا، بتقعد معي رح اقعد اتبروز واقول لك قد ايه انا قاري كتب ومثقف، تقعد مع واحد ثالث حيحكي لك قد ايه هو مثلا معمر بنايات وقد ايه هو كان افظع دهان بحياته بالمدينه تبعه. طبيعتنا هيك، نحن بنحب نلاقي قيمه لنفسنا. هلا وقت اللي البشر ما عم يحسنوا بما انه هن قطيع، فهو كوبي بيست كوبي بيست عن غيره. ف وقت هن ما عم يحسنوا يلاقوا قيمه لحالهم، عم نلجأ بسبب الرأسمالية. اليوم يعني الرأسمالية مسيطرة بشكل كامل على كل الكرة الأرضية بكل أسف، ويعني أنا مالي شايف أكثر انحطاط من سيطرة الرأسمالية بصراحة. مالي شايف انحطاط للبشرية أكثر من هيك كفكر عالمي منتشر اليوم. فوقت اللي أنت مثلاً صار القيمة تبعك بقيمة قديه بتملك فلوس، صار معك قرش بتسوى قرش، معك دولار يعني هيدي الفكر الرأسمالي هذا، انه انت تكون انسان ناجح بحياتك اذا انت كان معك مصاري اكثر. طيب انت ما عم تحسن، هي الفكرة ابتلعوها الناس كلياتهم والرأسماليين فرحوا عليها، ما هذا اللي بدهم اياه لحتى هو يسوق لك منتجاته. بس انت تستعمل مثلا هيدا البايب لمدة 5 سنين ما تبدله، اللي هو ما صار له 5 سنين معي، بس مثلا 5 سنين ما تبدله، هيدا ما حتوفي معه الرأسمالي شاريه منه ب $50 ولا $30. شو لازم تبدله كل سنة وكل كذا. هيدي الثقافة الاستهلاكية اللي درجت القرن العشرين ولساتها مستمرة لليوم. الناس التقفوها مثل البلهاء تماما. جان ما فيك تتخيل انه كثير من الناس، نسبة كثير كبيرة منهم عايشين حياتهم بقمة البؤس المادي لكن بمقابل المظاهر. في عندي قصص كثير فيني احكيها لكن ما مشان وقت الحلقه ما معقول نحكي كثير قصص، لكن كل واحد فينا اكيد ممكن نكون كثير من المشاهدين هلا هن من هدول الاشخاص كمان، لانه هن نسبه كثير كبيره بالمجتمع اللي بتلاقيه مثلا يعني دخله الشهري $200 $500 $300، هيدي الدخول اللي عندنا، لكن هو معه لازم يشتري كل سنه موبايل جديد، يعني بده يتدين يركب موبايله. تلاقي موبايله بالتقسيط، سيارته بالتقسيط، بيته ما بعرف يمكن مستأجر او ساكن بغرفه بيكون وكذا. يا زلمه في عالم بيكون ما عنده بيت، حرفيا ما عنده بيت، ساكن هيك بسكن مشترك مع ناس بغرفه ببيت اهله على الاسطوح. هيدي الاشياء معروفه كثير موجوده بالدول تبعنا، لكن ممكن يروح مثلا بحفله عيد ميلاد يكب عليها $2000 انه عادي، بس لازم يتبروز قدام الناس، ما لازم يلبس الا ماركه. هلا وقت بدك تقول لي انت عم تلبس هي الماركه لانه هي الكنزه رح تضلها معك 3 4 سنين، بينما اذا اشتريت الكنزه اللي ما لها براند فهي رح تضل معك سنه وتكبها، اوكي بفهم عليك، لكن مو هذا اللي انت مو هذا اللي عم تعمله حبيبي. انت اللي عم تعمله انه انت عم تلبس حتى شوف انت بدك ارخص من هي الفكره، انك انت تضل عم تلبس مثلا تي شيرت لانه مكتوب عليها كيكرز من هون او مكتوب عليها اديداس من هون. يعني اللي ملبسك اياها قد ايه انت دافع له مصاري حق هيدي الكلمه، وعم يستعملك كاعلان متحرك وين ما رحت واجيت انه كمان شوفوا اديداس او كيكرز او 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 من هيدي الماركات. سو انا مالي ضدك تلبس من هذا البراند، اذا بس انك انت تكون عم تلبسه لانه بدك تلبس براند، يعني بدك تشتري سياره من الموديل الفلاني، مالي ضدك تركب سياره غاليه، بس انه اذا انت بدك تشتريها لانه انت فهمان مواصفاتها كذا كذا، اقل تصليح، ما بتعذبني، ما بعرف شو، ممكن تعيش معي 20 سنه، بعد 10 سنين اذا صلحها مره اوكي، بقى عندك انت مسببات، ما عندي مشكله، مالي ضدها، بس تركبها لانه بدك تركبها مشكله. جان يعني بتلاقي الناس، مره شفت كنت عم شوف فيديو برنامج تلفزيوني ما عاد اتذكر هلا شو اسمه،
كان شيك سايكولوجي وعم يحلوا مشاكل بالمجتمع العربي وكذا، وجايبين دكتور وجايبين رجل دين وهيك قصص، فعم نشوف عن شو عم يحكوا الجماعة. فمثلا بتلاقي واحد من الناس كان قاعد مبين عليه شخص كتير بسيط كتير درويش وكذا، فبتلاقيه قاعد كان ماسك موبايله بإيده، هو قاعد بالاستوديو موبايله بإيده وماسك ماسك مفتاح سيارته السمارت كي تبع السيارة كمان بإيده الثانية، كل الحلقة حاططهم هيك بإيده تماما وقاعد، يعني حاطهم على رجله هيك وقاعد انه عم يورجيك انه انا معي سيارة ومعي هذا الموبايل، مبين انه انت ستايلك حتى يمكن البدلة اللي لابسها مستعيرة من حدا، والسيارة اللي معك هي مو سيارتك، يمكن مستعيرة لتجي على استوديو فيها. بس هو بسيط، هو زلمة مسكين يعني كتير درويش لدرجة انه ما صدق، يعني انا بدي ورجي انه انا عندي شيء، انا عملت شيء بالحياة. هي النظرة الاستهلاكية انا كتير بصراحة بحسها ديسكاستينج بالنسبة لي. ديفيد، أشكرك ديفيد على التوضيح هذا. طيب برأيك من هو المستفيد من العقلية الجماعية، خلينا نقول إذا حاولنا نبتعد عن كلمة قطيع؟ تفضل. اللي انا بسميه ثالوث القمع، اللي هن الرجالات يعني هو السبب اقتصادي بالنتيجه. كل شيء انت شايفه حروب وقتل واديان وكذا، كلها السبب تبع اقتصادي، كرمال في بعض الناس حسنوا بذكاء معين يسيطروا على ناس تانيين لحتى يعيشوا برخاء، والناس التانيين عم تشتغل، سوري بهالكلمه، مثل الحمير كل حياتها. هي هيك الحرب، هيك بتلاقي الشركات السلاح وكذا، يعني تجارة السلاح هي رقم واحد بالعالم كلياته. ف نفس الشيء اي شيء تاني بدك اياه. فهدول الاشخاص اللي هن مستفيدين من هي الامور عايشين على انه هالناس قطيع، بس وقت اللي الناس بتبطل تكون، يعني مثلا تخيل انت لو موضة معينة او لو امر معين، لو غلت شركة الاتصالات مثلا اسعار المكالمات والناس كلها قررت لمدة شهر أخي ما حدا بده يستعمل التليفون، طب شركة الاتصالات هيك يعني بدها تنزنق، أول أسبوع تتحملك، ثاني أسبوع بعدين بدها تنزل، عندها رواتب، عندها موظفين، عندها إيجارات، عندها عقارات كذا. بس هن ما بيسمحوا لك توصل لهي المرحلة لأنه بأسلوب الدعاية والإعلان وبأسلوب تجهيل الشعب بيخلوا الشعب جاهل وغبي لحتى يضل راكد ورا يعني الموضات تبعهم. لو الشركات التياب مثلا ما بتعمل لك موضة كل سنة، فأنت مالك مضطر عمليا تشتري كنزة جديدة كل سنة وجينز جديد كل سنة، يعني ممكن يخدم معك سنتين ثلاثة أربعة بشكل جيد. لكن انت مش انت هن هيك ما حيشتغل معهم، يعني انت يبيعك جينز او حقه $100 او $50 وتراحت معك لسه 3 سنين لتشتري، لا يا حبيبي ما تشتغل هي القصه معنا. نفس الشيء على اي شيء تاني، حتى مثلا فيك تلاحظها بالكمبيوترات بالموبايلات بكذا، ما بيعطيك شغله مثلا انها تضلها شغاله معك لوقت طويل. بعمل لك جيمنج على الكمبيوتر، فيديو جيمز عظيمه وكل سنه بينزل شيء اعظم واكثر تطورا، لكن كمبيوترك اللي شاريه السنة الماضية ما عاد يشتغل معك بأي الجيم الجديدة، بدك في جي اي اعلى مثلا، بدك رامات اعلى، بدك بروسيسور اعلى. حتى بتذكر من زمان يعني تبع كانت شركة فودو مرة عملت شيء اسمه اف اكس ومرة من دون اف اكس وكذا، الناس تركض انه هلا اشتريت هاد كان اعظم شيء، 6 شهور سنة اوف العم هذا ما عاد يشتغل، طيب جبت جيم جديد انا ما عاد يشتغل معي بدي ارجع وهكذا. في ناس عن جد مقضية كل حياتها عم تدفع فلوس على ابجريد وشراء لابتوبات جديدة او كمبيوترات جديدة او فيديو جيمز. وعلى هذا فقس كل شيء. فهن المستفيدين ببساطة جم، هذا السبب، بزنس، it is business بس. طيب ديفيد، يعني برأيك هلا اوكي، يعني هلا في هالطبقة المستفيدة وهالطبقة اللي مثل ما بقول مستغلة، خلينا نقول برأيك ما بنقدر نوصل لمرحلة انه هالطبقة المستفيدة تبقى مستفيدة يا اخي، ولكن بطرق انسانية على الاقل، يعني بدل ما تصدر سلاح وتستفيد من السلاح على حساب اشلاء الناس ودماء الناس، صدر موبايلات، صدر أشياء أخرى، تصل لمرحلة إنه تستفيد أنت وتخلي الناس ترحم الناس على الأقل، يعني حتى العقل الجماعي هذا، يعني أو هالقطيع هذا كمان ترحمهم، يعني خلي الاستفادة مزدوجة، خلينا نقول. هل من طريقة إنه نوصل لهالمرحلة هاي؟ ليش؟
ليش؟ هلا اذا انا مستفيد، اذا انا هلا كل سنه عم يفوت علي مليار دولار صافي ربح لجيبتي، عندي جزيره لإلي مثلا، وعندي ما بعرف كم قصر وطياره خاصه واللي بدك اياه، ليش؟ ليه لا اكل همك وهم فلان وهم علتان وهم الثالث ليه يعني؟ فانا مبسوط هيك. المشكله هون انه بالموضوع انك تكون انت مستفيد، طوال ما انت مستفيد والتاني راضخ لإلك وعم يفيدك، انت مالك مضطر تقدم اي تنازلات، ليش لا تقدم تنازلات يا اخي؟ يعني ببساطة ليش لا تقدم تنازلات؟ يعني اذا انا مستفيد وانا المسيطر وانا، يعني تخيل مثلا اذا اثنين بحرب مثلا، يعني تخيل اذا اثنين بحرب، انا مستفيد وانا منتصر وانا مسيطر على الارض بالمية مية، ليه لا اقدم لك تنازلات؟ طب ما انا انهيك، انا مستفيد، ليه لا اعطيك اي تنازل ولا ليه لا افيدك؟ ماني مضطر اني افيدك. هلا اللي بده يصير بالمستقبل، وهذا الشيء يعني اللي تتنبؤوا فيه خبراء الاقتصاديين من ايام ماركس لليوم، طبعا اللي هن مش راسماليين، لانه الراسماليين ما بيدافعوا على هذا الموضوع، بالعكس هن شايفينها منظومه مثاليه من وجهه نظرهم، وهي منظومه ابشع منظومه ممكن تتخيلها. اللي حيصير بالمستقبل واللي نحن عم نشوفه اوريدي، انه هدول المستفيدين نفسهم جان عم يقل عددهم، يعني هن اوكي فرضوا السيطره على الارض، الناس البسطاء العوام القطيع كلياته ما حسناني يقرب عليه، بيعطيك فتات، بيعطيك راتب سخيف بالسنة مثل ما قال فريدريك انجلز. بالنسبة للرأسمالي الموظف عنده او العامل عنده هو مثله مثل الآلة، فهو اللي حيعطيه مصاري ليعيشه بس ليظل عم يشتغل، اكتر من هيك ما بده. ولأنه نحن عدد العوام كتير ضخم بالعالم، يعني هن بيشكلوا 98% 97% من سكان الارض، فالتنافس بيناتهم كمان كتير شديد، يعني هن جهله وجوعانين وما عندهم اكل. اذا انت جانب تشتغل ب 200 دولار بالشهر، انا بشتغل ب 150 يا زلمه، نايم بالشارع انا لحموت من الجوع، لك بشتغل ب 150، انت بدك هي ال 50 زياده لانه بدك تدخن مالبورو، يا اخي انا بدخن اي شيء ثاني، عرفت؟ ف هيدا اللي صار، هيدا اللي عم يصير عمليا بأرض الواقع، وخاصة بالدول اللي هي رأسمالية بحتة أو الدول العالم الثالث كلياتها عموما، يعني باستثناء الدول اللي فيها نظام اشتراكي أو كالدول الاسكندنافية مثلا، لا هم في نظام معقد أكثر أو اشتراكي أكثر، لكن الدول اللي فيها سيطرة بحتة رأسمالية هذه المنظومة. فأولا الرأسمالي عم يربح أعلى الأرقام، بيعطيك الفتات بس منه، وثانيا اذا ما عجبك انقلع، في غيرك، في مليون واحد، وحرفيا في مليون واحد قاتل حاله على هذا البوزيشن اللي انت فيه، اللي انت مو عاجبك يا جان، ما عجبك الله معك. هلا ففرضوا السيطرة بالكامل على هالقطاع الضخم من البشر، صارت المنافسة محتدمة ما بينهم هن وبعضهم، هدول الروس الكبيرة اللي هن سواء يعني الرأسماليين الكبار، وبغض النظر هل هن اخذين صبغه دينيه، صبغه اقتصاديه، صبغه سياسيه، كيف ما بدك اياها اعتبرها. هدول عم يتنافسوا بين بعض، وفعلا هذا الشيء اللي احنا عم نشوفه، الشركات عم تستحوذ على شركات، شركات عم تندمج بشركات، شركات عم تنفنى، دول عم تنفنى، اديان عم تروح وتختفي، اديان عم تسيطر على مناطق، دول عم تسيطر على مناطق، وهكذا. واليوم كل ما عم نروح لاتجاه اضيق واضيق واضيق، لنوصل لنقطه فعلا انه حفنة لا تذكر، يمكن يكونوا بضعة عشرات، يمكن يكونوا 200 300 شخص بس، هن اللي عن جد مسيطرين على كل شيء بالعالم، كل شيء شركات سيارات. يعني اليوم انت عدد قد ايه في شركات سيارات بالعالم، اذا بترجع بس تقنيا انت بتلاقيهم اقل بكثير، الاونرز تبعهم هن اقل بكثير، ما هو بيكون نفس جنرال موتورز مثلا، كم شركة سيارات عندها حول العالم كله، حول العالم كله، بألمانيا وببريطانيا وباليابان وين ما بدك، وبأمريكا اللاتينية هي اسمها جنرال موتورز، اوكي كمثال. هلا هي ما اليوم ما عادت شركة خاصة بالمنظور العادي، لكن وعلى هذا فقس الموبايلات كذلك الأمر، الإلكترونيات عموما كذلك الأمر. يعني أنا مريت علي فترة اشتغلت بالكمبيوترات والإلكترونيات وكذا، ف
كان واضح تماما كيف شركات استحوذت على شركات، الشركات هلا اليوم ما عادت موجوده واختفت تماما، الشركات جديده طلعت بدل شركات، وهذا الشيء اي متابع اي هاوي بيعرفه يعني. فهذا اللي ماشيين له، الرأسمالية ماشية، وهيدا النظام الغبي اللي نحن ماشيين عليه. هن بغباء، الفكرة هي مو غباء، بقول لك شغلة، هي أنانية مطلقة. لأنه مثلا وقت أنا ماشي بمنظومة ذاتية التدمير، مثل ما عبر عنها كارل ماركس، إنه هي منظومة ذاتية التدمير، لكن هذا التدمير ما لح يصير بالوقت اللي اليوم عايشين فيه هدول الناس. يعني إذا أنا اليوم قائد سياسي كبير او راس مالي كبير او واحد من المستفيدين العظماء، انا ممكن اذا كثير فكرت وكنت لوجيكال وعن جد عقلاني اعرف انه بالمستقبل البعيد هي المنظومه حتدمر حالها، رح نضل عم نتقاتل انا والاخرين، يا حيذبحوا يعني، يا حاختفي انا او اولادي او ورثتي من بعدي، يا انا حسيطر على غيري، وهكذا الموضوع ماشي. لكن هذا الموضوع على الاغلب ما حيصير على حياتي، على الاغلب يعني انا حعيش لسه 20 سنه ثانيات، ال 20 سنه عندي كذا مليار، اوكي اموري بخير، فمالي مضطر اني اغير اي شيء. بتوقع كثير نادرين الاشخاص اللي فاتوا بهيدي المنظومه وبعدين فعلا نظروا نظره شفقه. صاحب الشركه بيقول لك اخي انا من مصلحه الشركه تبعي اني اقلع الموظف اللي عندي او اقلع 10 موظفين، سوري. صاحب الشركه ممكن يقول لك انا من مصلحه البزنس تبعي اني انا اخفف عدد الموظفين، مو لانه هو عم يخسر، لا، لانه ارباحه يمكن خفت. طيب باخلاقيات البزنس عمله طبيعي، ما فيك تقول له شيء، هو مصلحته تبدا. طيب وعشر عائلات يكون يموتوا من الجوع، ما عندك مشكله، ما انا ما حاتاثر كصاحب شركه اذا ماتوا 10 عائلات من الجوع، خلص دبر راسه. هاي الفكره جان. هو اظن حتى يعني صار شيء اخلاقي، حتى اذا ما عم بخسر، بتخسر الشركه، بس صار عنده آلات أو أشياء من القبيل، ممكن يتخلى عنهم بدون ما تخف أرباحه، فبيتخلى عنهم بكل سهولة يعني بدون أي مشكلة. 100%. طيب أصدقائي، أنا أشجع كل الأصدقاء بطرح الأسئلة، وأتمنى منكم المشاركة بطرح الأسئلة، ونستفيد كلياتنا من هالموضوع هذا، ونشوف كيف ماشية هالدنيا هي، مثل ما بقولوا بتجيش العقل الجماعي هذا، وشو هو العقل الجماعي، كيف بيأثر على حياتنا، وكيف نحن منخرطين أصلا في هالمنظومة هاي، وكلياتنا يعني دون استثناء بشكل من الأشكال داخلين في مسألة العقل الجماعي أو القطيع، وكيف يعني راح نحاول كيف نطلع من القطيع، يعني إذا على قدر ما نستطيع، يعني هو مستحيل، يعني أنا أظن شبه مستحيل الخروج عن القطيع. طيب خلينا ناخذ أول سؤال من أخت، أظن. طيب آسف، صاير معي بصراحة، لو انه السكايب شوي متغير اوكي. من الاخ ابزورفا، هو شو عم بيقول، سؤال للاخ ديفيد، اذا قررت ان اخرج من القطيع، هل من المفروض ان ادرس القطيع الاخر؟ اي قطيع اخر؟ ليش انت بدك تروح على قطيع اخر؟ انا ما عم اقول لك، انا ما بدي اياك تطلع من قطيع لتفوت بقطيع ثاني. انا ما بدي اياك، انا هي المشكله هي اللي عم نوضحه اليوم بهي الحلقه يا جماعه، انه الواحد فينا عم يكون فرحان بحاله طلع من قطيع، بس هو على الان ب200 قطيع ثاني، مو هو قطيع واحد اللي احنا على الان فيه او الناس على الان فيه. فانت اذا طلعت من قطيع، ليش بدك تروح على قطيع ثاني؟ انا ما عم اقول لك روح على قطيع ثاني، انا عم اقول لك كون عقلاني باختياراتك بالحياه. انت حتعيش هالكم سنه بحياتك، هالكم عقد بحياتك، ما حدا بيعرف فينا قد ايه، لكن ما بتوقع يعني حدا فينا رح يكون فوق ال 100 سنه ماكسيموم، وهلا اوريدي كل واحد فينا راح منهم 20 و30 و40 سنه. فانت بقيان لك هالكم سنه دي نظريا اللي حتضلك عايشهم، ليه انت مضطر تكون منتمي لاحد القطعان؟ اذا انت منتمي لاحد القطعان عن قناعه، عن جد انت بحثت ولقيت انه انا بيناسبني هيدا القطيع، انا عن نفسي كديفيد اليوم ما بعبر حالي اني انتسب لاي ايديولوجيه او لاي عقليه او لاي منظومه او او او،
مع انه في كثير منظومات في كثير تقارب بوجهات النظر بيني وبينهم، حتى في منظومات ما عندي اي اعتراض عليهم، لكن بلاقي حالي انه انا اذا بدي انضم لهيدي المنظومه ممكن كثير انه احس حالي انا صرت بقطيع معين وانا مضطر اني اتبع هذا القطيع. انا ما بدي هذا الموضوع، انا نفسي فكرت كثير بهذا القصه من زمان، كنت اقول مثلا وات اف هذا الموضوع اللي بيقولوه الناس، بلكي كان كل شيء عم يحكيه الساينس كان كذبه. طيب وانت متبع العلم ومتبع الكذا وطلع كله كذب وكان انت فعليا ماشي بقطيع ثاني، صح؟ وات اف كلامك مظبوط، لو كان كل شيء يعني ممكن يكونوا العلماء عاملين منظومه ثانيه بس لحتى يجروك بقطيع ثاني مختلف عن القطيع اللي انت متبعه. لكن وقت انت بتفهم كيف المنظومه العلميه ماشيه، كيف المنطق العلمي شغال، كيف العلماء بيشتغلوا، كيف التنافس بيناتهم على البحث العلمي وعلى اكتشاف اخطاء بعض و و و وتكتشف فيد الموضوع، وقت انت نفسك عم يعطيك البحث العلمي او اي عالم او اي فكره عم يعطيك اياها المنهج العلمي عم يعطيك الدليل عليها وعم يقول لك 1 2 3 10 20 هيدي التجربه، هيدي نتيجتها، هيدا راينا وصلنا له، واي واحد فيكم بالعالم كله بامكانه يروح يتحقق منه بنفسه، بامكانك تروح تدرس مثلا اذا امور معقده بقى صرنا نحكي كوزمولوجي بيولوجي كذا كوانتوم فيزيك، روح دروس تعلم وكذا وروح جربها بايدك واشتغل فيها، ما حدا عم يمنعك، ما عم اقول لك كلام هيك بلا 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 مثل العادات والتقاليد والموضه والاديان والميتافيزيقا والى اخره من هيدي الافكار. فهيدا من وجهه نظر مبحث المعرفة أنا لقيت أنه المنهج العلمي أفضل منهج من هذه الناحية، لأنه هذا ما عم يخليني يكون قطيع. حتى هو المنهج العلمي نفسه هو ما له عمليا قطيع، وقت أنت بتتعلم وبتكتشف فلسفة العلم أنه هو مو موضوع قطيع، هو موضوع أنه أنا ماشي بنهج أني أنا ما صدق شغلة إلا لحتى أو ما أعمل حتى شغلة أو امتنع عن أني أعمل شغلة إلا لأنه في مسوغ علمي بين ايدي لاني اعملها او ما اعملها او فكر فيها او اعتقد فيها او لا. وباي وقت اي شخص يفترض متبع للمنهج العلمي بحياديه بعقلانيه مثل ما هو يفترض يكون صح مثل ما حطوه فلاسفه العلماء ومناطق العلم، اي واحد فينا لازم يكون مستعد باي لحظه لانه هو يغير من ارائه وقت بيلاقي في دليل اخر. وهذا الشيء اللي كلياتنا بنعرفه اليوم بالعلم، فهذا اللي خلاني اتبعه. بينما بأي قطيع تاني من القطعان هاي الأخرى اللي مسيطرة على البشر ولا واحد فيهم عنده هاي الفليكسيبيليتي، ولا واحد فيهم عنده منظومة ذاتية لتصحيح الأخطاء، لأنه ولا واحد فيهم مبني بناء عقلاني. العادات والتقاليد معظمها غير عقلانية، هي تم توارثها، يمكن بعضها كان ذو فائدة لأسلافنا بهذا المجتمع بهي البيئة بهي الطبيعة بهي الجغرافيا بزمن من الأزمان، لكن اليوم ما له أي معنى. فممكن أنا ببساطة ما أتبع هذه التقاليد والعادات لأنه ببساطة اليوم ما له أي معنى. أوكي هي موجودة كانت something in the history مو أكثر من هيك. على هذا فقس ديفيد، في سؤال من حبيبنا أستاذ كفاح عم بيقول ما هي العلاقة بين الفم والجيب؟ ما فهمت شو قصده أنه بين الفم والجيب، يعني يعني على فكرة أستاذ كفاح يعني عنده حاجات عجيبة دائما. يعني هو العلاقة بين احتياجات الإنسان وقدرة الإنسان، يعني أظن هذا المعنى حرفيا. احتياجات ما فهمت السؤال، ما له كلير بصراحة. هو العلاقة بين ماذا يعني شو بتقدر تقدم وقدرتك وإمكانياتك واحتياجاتك، يعني ما بعرف. أنا بالحقبة الشيوعية أظن كان عنده شعار إنه كل إنسان على قد ما قدرته يقدم وعلى قد احتياجاته يأخذ، ولكن بالرأسمالية في شيء آخر. بالرأسمالية في تنافس، في الرأسمالية في يعني حتى إذا عندك إمكانيات ولكن يعني ما أظن تأخذ احتياجاتك الكافية. ما بعرف إذا وصلتك الفكرة كاملة. تفضل. هلا الفكرة الاشتراكية، الفكرة الشيوعية أو الاشتراكية الأممية أو يعني بغض النظر عن تفاصيل بقى
الصغيرة بهيدي يعني لا إذا حدا شيوعي عم يسمعني أو اشتراكي أو كذا ممكن يعقب. فبغض النظر عن التفاصيل، بس مثلا الفكرة الأساسية كانت إنه لكل حسب حاجته ومن كل حسب استطاعته. فهيدي الفكرة يعني ما بتخيل إنه في اثنين يعني ممكن يقولوا عنها إنه هي فكرة بشعة أو فكرة سيئة. يعني هي فكرة كتير راقية، إنك أنت إذا حسنان تعمل عمل معين بغض النظر بقى شو استطاعتك لتعمل. في ناس عندها استطاعة جسدية، في ناس عندها استطاعة ذهنية، في ناس عندها استطاعة بمهارة معينة، في ناس عندها بمهارة أخرى، بحيث إنه يكون العمل يعني more or less fun. يعني اذا انت بتستمتع بهذا الاكتيفيتي اللي عم تعملها فانه خلص هيدي عملك. وبما انه نحن اليوم مثلا 7 مليار وشوي الله يزيد ويبارك، فكل اكيد عندنا تنوع كتير ضخم من الميولات والهوايات وكذا، فكل واحد فينا ممكن يشتغل الشيء اللي بيحسن عليه ولكل حسب حاجته. فالفكرة كانت انه يفترض بالشيوعية الأممية بالمستقبل البعيد بعد أن تستتب وتسيطر الشيوعية على العالم، ما عاد حتى في مصاري. يعني خلص انه أنا عم بشتغل هذا الموضوع، أنا ديفيد بحب إني أبحث أقرأ أدرس كذا وأشرح للناس، ممكن أشتغل أستاذ، ممكن أشتغل بجامعة، ممكن أشتغل ككاتب كباحث، واحد تاني بحب يشتغل بالميكانيك فبيشتغل بالسيارات، واحد وهكذا. كل واحد فينا بيشتغل الشيء اللي بيحبه، وكل واحد فينا بيروح على مراكز التوزيع اللي هي مثل السوبر ماركت مثلا وبياخذ حاجاته، بدي اكل، بدي اشرب، بدي كذا. اذا الدوله امنت لي بيت، هلا اوكي خلينا نكون واقعيين، هلا اذا انا ساكن بهذا البيت هل كثير فارقه معي اذا كان هذا البيت انا دافع حقه وصمدت حقه على مدى 20 سنه او عم بدفع اقساطه على مدى 20 سنه؟ ولا انت يا جان قلت لي خلص ديفيد عود بهذا البيت قد ما بدك، عايش في بيت يعني بالنتيجة. فإذا كان مثلا الدولة أمنت لكل مواطن بيت، سيارة، كذا، الحقوق الأساسية تبعه، وكل واحد فينا بقى بده يروح ياكل يشرب كذا، أنت بتحب تاكل أكل معين وأنا أكل معين، نلبس ستايلات معينة، فالخيارات موجودة قدامنا بناخذ طلبنا. هي الفكرة اللي أنت حكيتها. هلا الرأسمالية لا، هلا أول شيء أنا برأيي الفكرة كثير بدها شغل لحتى نحسن نوصل برقي عند الناس لأنهم يطبقوها. اوكي في كتير عندي تحفظات على اليات تطبيق اي الفكره، وانا برايي يعني نحن لازم ننطر لسه للليفل اللي بعدنا، للبشر اللي بدهم يجوا بعدنا اللي هن ارقى منا لحتى يحسنوا يطبقوها. لكن اذا نحن بدنا نعامل يعني اذا بدها تطبق اي الفكره اليوم بالجشع اللي عنا، بالانانيه اللي عنا، بالغباء اللي منتشر بيناتنا، فلا يعني هي النظريه رح تكون الانسان ممكن يكون عم يتكاسل يعني ما يشتغل اي شيء او يقدم اي شيء. المهم عندي كثير نظريه بهذا الموضوع، ما له موضوعنا هلا اليوم، ما لي بقصه الشيوعيه. لكن المنظور الراسمالي بالعكس، المنظور الراسمالي ببساطه وهذا اللي انا مخليني اقرفه اقرفه حرفيا، بالمنظور الراسمالي ببساطه انت تكون انسان ناجح وسعيد بحياتك وحياتك رفاهية وفيك تعلم أولادك وفيك كذا و و و بقدر ما معك مصاري. هلا شلون حصلت على هاي المصاري؟ I don't care. معظم أو الغالبية الساحقة من أثرياء العالم، وخاصة اللي الناس اللي صارت يعني شو بيسموها هدول يعني الثراء الجداد اللي صاروا بسرعة مثلا بعكس سوبر ريتش مثل ما بيقولوا. ايه هدول إيه. ما في بزنس يعني تيجي تقول لي عصامي وعم يصمد من راتبه وكان عم يشتغل، عرفت انه رامي مخلوف والله كان عم يشتغل بالارض بالاول فلاح وبعدين راح موظف وعم يصمد 5000 ليره سوري كل شهر من راتبه لصار عنده اول شركه. لك هي يا عمو هي القصص بتحكوها بالحكايه قبل النوم، تسمع على فلان قبل. كل المليونيريه بالعالم، كل اثرياء العالم، كل الناس الباورفول بالعالم، هي القصص اللي بيكتبوا لكم اياها، بتقروها بالكتب، بتقروها بالقصص، بتشوفوها بفيديو على اليوتيوب ولا مقابل، هي كلها اعلام، هذا كله مسخره. الواقع غير هيك، ما في اي عمل شريف بيخليك تصير مليونير او فاحش الثراء. قد ما يعني اي نوع من العمل مو ممكن الا تكون عم تظلم حدا او اذيت حدا او نصبت على حدا او اي شيء بدك اياه. مو ممكن الا تكون اذيت حدا لحتى انت حسنا توصل لهيدا الثراء الجيد او هدول المبلغ الكبير من المال اللي معك.
هلا بالمنظومة الرأسمالية كله متاح، ما عندك أي مشكلة. في بي عندي قصص كتير، بس كمان ما لح أحكيها هلا أكيد، قصص كتير عن تجارب أشخاص أنا بعرفهم شخصيا، مو سمعت عنهم وقصتهم وكيف صاروا بالثراء الفاحش اللي هن فيه، قصص لا أخلاقية أبدا، لكن هو كيرز، الناس هدول مالتي مليونيرية اليوم، عندهم أموال فظيعة وعايشين بقمة الرفاهية، وكل الناس له أستاذ فلان وسيد فلان، ويعني عم يجتمع مع كبار وعلية القوم. فهذا الزلمة يعتبر ناجح. هي القصة اللي أنت بتقول لابنك أنه آه شفت فلان قد إيه ناجح، شفت فلان شو عنده شو عامل بحياته. فالصغير صار أنه بدي أوصل لهذا الليفل أنا بأي طريقة، I don't care. والمغريات اللي عم تشوفها حوالينا هي فعلا مغريات بالنسبة للإنسان العادي، بالنسبة لكل الناس، نحن كلنا بشر وبنشتهي ناكل أكلة طيبة، بنشتهي نسكن بمكان حلو، بنشتهي كذا سيارة جميلة إلخ إلخ، لكن هيدي الأمور ما بإمكانك تحصل عليها إلا لحتى تكون أنت مجمع مصاري. بالمنظومة الرأسمالية ما حدا ما مهم كيف تجمع مصاري، لا إذا سرقت حيحاسبك الشرطة، بس يمكن إذا نصبت بطريقة قانونية، التفيت على القانون، إذا ظلمت موظف، إذا قلقت حدا، عملت كوميشنات على العالم، بيكون واحد ميت ومحروق على شغلة أنت عملت ساعدته فيها وأخذت. أشياء غريبة يا زلمة الناس عايشة فيها، عم تاكل بعضها حرفيا. الشاطر فينا التجارة، التجارة شطارة يا جان، مو هيك بيقولوا؟ فأنت شاطر يعني، وقت الواحد فيهم انا بسمع قصصهم. ليش انا وصلان لمرحله الاشمئزاز؟ لانه مر علي كثير من هيدي القصص، شي صار معي شخصيا وشي شفته على ناس ثانيين من معارفي وقت اللي كنت يعني بمجال البزنس وهيك. ف يعني هو كيرز انت عم تعمل اي شيء، المهم انت وصلت للقصه. هي شطاره والله يا عمي، انصته بكذا، والله شايف هذا البايب، تعرف احسنت العب على جان وضحكت عليه وكذا، والله بطشت منه 200 دولار. طيب انه جان ما بيعرف شو سعر هيدا البايب، وجان دفعه عن طيب نية وعن طيب خاطر. بيجادلوك فلاسفة الرأسمالية انه الحق على جان، ليش جان ما انتبه، ليش جان ما راح سأل، كيف جان رضخ لأسلوب الماركتينج تبعك انت؟ تعرف انت شغلة انه اول مبدأ بالماركتينج بيقول لك، بالتسويق بيقول لك انه الماركتينج بيبلش من قبل ما تصنع المنتج، انت لازم تخلق الحاجة للمنتج عند الناس، بعدين تصنعه وبعدين تسوق لهم اياه. فمتخيل انت لوين الموضوع؟ هي هيك القصه، وكيف انت بدك تتشاطر على الناس باساليب بقى الاعلان والدعايه وكذا والاغلفه، علم كامل، علم كامل اسمه ماركتينج. طيب هيدا الماركتينج انا من وجهه نظري بقول لك هذا اسمه نصب واحتيال، سيمبل از ذات، انا درسته اكاديميا، هذا اسمه نصب واحتيال الماركتينج، اي اسلوب من الاساليب. سو الموضوع مقبول اخلاقيا، لانه انا عم بشتغل، لانه هذا بزنس، لانه انا بدي اعيش، لانه هو يصطفل، مين قال له يجي لعندي؟ لانه 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 انا بوجهة نظري طالما نحن ماشيين بسياسة تجهيل للشعب، نخلي الشعب فيه مثل الطفل الصغير. يعني لا انت فيك تحاسب طفل صغير يا جماعة، فيك تقول والله يعني لا، اذا انا رحت ضحكت على ولد صغير الحق علي ولا على الولد الصغير؟ طيب ما هو ولد صغير، ما بيعرف، ما بيفهم. انا من وجهة نظري معظم الناس العوام مثل الأطفال الصغار، ما بيعرفوا، فهن هيك تبرمجوا وعم ينضحك عليهم. فأنا من وجهة نظري أنا شخص أخلاقيا أنا ما بكون ضميري مرتاح إذا اتبعت هيدا الأسلوب، وإلا أنا كان فيني ضل ماشي بهداك الأسلوب واشتغل بهداك المجال، وماني مضطر لا أقعد ضيع وقتي معك ولا كذا. أنا بشتغل بساعد زمان طالع 100 دولار فيها، ليه لا أقعد أحكي هذا الكلام ببلاش هلا وعم بدفع إنترنت وإضاءة كمان؟ تفضل. أشكرك يا أخي ديفيد. ديفيد بس الكاميرا أظن صارت توقف كتير، فما بعرف إذا بتقدر تغيرها. لك يا هم، على كل حال أصدقائي، أنا أتمنى منكم كمان طرح الأسئلة ونستفيد بصراحة، يعني حديث شيق جدا. القطيع لا يعني إنه داخل فقط يعني هنا بأيديولوجية معينة ولا فكر معين. القطيع يشمل الحياة كلها، وكلتنا في عدة قطعان، يعني مو شرط واحد. على كل حال ديفيد، إذا عم تسمعني، في سؤال من أخ أمستر عم يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتبشير بالإلحاد أو الخروج
من هذا القطيع يعني، أو الخروج من القطيع يعني. أنا وجهة نظري إنه الطريقة الأصح إنه لحنا نفهم الناس إنه هنن بحاجة لأنهم يطلعوا من هذا القطيع أولا. ليش أنا ما عم تزبط معي القصة هي؟ ما بعرف، لا ظابطة ظابطة يعني. ما عم يزبط معي البوزيشن، I don't know why. Anyway، أنا برأيي إنه أفضل طريقة لحتى أنا طالع الناس من قطيع وما أكون عم سبب لأني فوتهم بقطيع تاني، وهي نقطة مهمة. يعني مثقف السلطة بأي نوع من أنواع سلطة دينية اقتصادية سياسية، هو عمليا عم يحاول يورجي الناس إنه هو عم يطالعهم من قطيع ليفوتهم بالقطيع تبعه. هدول بتشوفوهم غالبا على التلفزيونات دائما عم يحكوا، واللي هن على الأغلب الأشهر يعني يعول عليه، هذا اسمه مثقف صار. بس أنا برأيي أولا لازم نفهم الناس هي المعضلة، وهذا موضوع كتير صعب بصراحة، لأنه ما له من السهل إنك أنت تفهم ناس، وخاصة اللي يعني صار عمره 40 سنة و50 سنة، هذا كيف بدك تفهمه؟ أو حتى 30، كيف بدك تفهمه إنه هو ماشي غلط؟ المشكلة جان بالرأسمالية تحديدا، بالرأسمالية كونه عم بحكي عنها هلا، وحتى بالدين عنده نفس المشكلة. المشكلة بالدين معروفة، قصة انه برمج لك عقلك من انت وصغير، واحلام ما بعد الموت و و كل هيدي التفاصيل بنعرفها. فما له من السهل انك انت تطالع الانسان من هيدي الدغمائية اللي كان على الان فيها. بالنسبة لل رأسمالية عنده شغلة ابشع، انه الناس عم تركض. انا بشبهها مثل اللي راكد ورا، شو بيسموه هذا اللي قاعد على حمار ومادد له جزرة، سوري على التشبيه، سياسة العصا والجزر، ما بعرف إذا العصا والجزرة. تسلم لي عينك، العصا والجزرة. المشكلة انه الرأسمالية متبعة مع الناس سياسة العصا والجزرة هي، والناس عم تكون رضيانة بهذا الفتات التافه اللي عم ياخدوه منها، وبيصير فورا بيقول لك انه اذا انا بدي غير هذا المنظوم او هذا المفهوم تبعي، انا حعيش بحياة بالليفل ستاندرد اقل، انا ما لح استمتع بنفس الرفاهية اللي انا هلا حسنان استمتع فيها. طيب وهو مو مدرك بانه اولا اللي هو فيها ما له رفاهية، قد ايه في ناس انتحرت لانه خسر مصاري مثلا ببورصه، لك والناس لسه بكل بلاها بتروح على البورصه يا زلمه، وما عم يستوعبوا انه هي قصه حيتان كبيره بتحط مصاري وبيضل بيلعب فيك بوجهك فيها لحتى انت يجيك طق طقه واحده يشلحك يا ولا المصاري. لا بس انا برضى بالفتات اللي عم بربحوا من هي البورصه مثلا، ونفس الشيء يطلق على اي شيء تاني. كم ازمه ماليه عالميه صرنا عايشين فيها بالقرن الماضي لليوم، قديه في ناس نامت بالشوارع حرفيا بهي الازمات العالميه، اخر واحده منهم جديده، فيديوهات موجوده على اليوتيوب، الناس صفيت بلا شغل. شو القصه؟ ازمه الكريدت، انه بالله لا انا تعال فهمني انه البنك رفع نسبه فوائد على بنوك تانية ما بعرف شو كذا كذا، فانا بالنتيجه صفيت بلا شغل وبلا بيت وبلا سياره وبلا اكل وبلا شرب وبلا اولادي بلا مدارس، وما معي مصاري حتى للطبابة، ونايم حرفيا بالشارع. الناس صارت تنام بسياراتها ولا لا بأمريكا وقت اللي هي الأزمة. طيب انه وات ذا فاك يعني، انه كيف يعني؟ ما عاد فهمت. الكلب عم ياكل ويشرب ولسه وعايش حياته طبيعي ولا سائل على هذا الموضوع اللي انت عم تحكي لي فيه. وين انا هلا يعني شو استفدت منك من اي كثير فرحت انه انت كنت على الان ببيت. قصة الكريدت مثلا كثير ضحكانين فيها على العالم كمان لأسلوب تشليح مصاري، انه انا كثير فرحت بحالي كان على اساس عندي بيت وعم بدفع اقساطه لما بعرف امتى وكذا وكذا، وعم بشتغل عم بنحت ليل نهار لحتى احسن 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 من حالي. هذا الامريكان دريم، امريكان دريم يكون في عندك مره وبيت وسياره، هذا الامريكان دريم يعني. خلص انه انت اسست بيت وسياره ومره، انه خلص انت هيك امورك بخير. بعدين بقى شو بتحسن؟ تجيب ليفلز اعلى، قد ايه بيصير مستوى بيتك، سيارتك، كم سياره عندك، كذا، هي كلها بونص بتجي لك. فالناس بسذاجتهم
عم يفكروا مثل الولد الصغير اللي ما عنده مشكلة مثلا ياكل المصاصة هلا لو انه بدها تكسر له اسنانه او يسوسوا اسنانه منه، عرفت؟ فهن هيك عم يصير فيه، انه هو ما عنده مشكلة يضل فايت بهذا المعترك، حياكل خبطات، حيقول لك معلش هلا باكل خبطة برجع بقوم برجع كذا، بيدرجوا لك قصص بعض الناس، هي بقى الاساليب بقى اللي اشتغلت التحفيز وكذا وقصص النجاحات وما بعرف شو، بيحط لك كم فيديو، بينشر لك كم كتاب، بيعمل لك كم محاضرة كيف تصير إنسان ناجح وكيف تصبح مليونير وكيف كيف كيف وكيف، بيعيشك بوهم، بيعيشك بأمل إنه ممكن تصير. طيب في ناس صارت، في ناس صارت. طيب يعني بيجيني واحد مثلا، يعني تخيل لوين الناس مقصود دماغي، يعني بيجيني واحد مثلا بيبعت لي رسالة إنه يا أخي أنا ما بدي أكمل دراسة وما بدي أدرس بالجامعة وكذا وكذا، وفي كتير عظماء أو حتى في فيديوهات هيك إنه أخي في ناس صارت عظيمة انه هو من دون ما يدرس بالمدرسة، حتى بيل جيتس بيقول لك، قال بيل جيتس قال انه انا المهندس اللي تكمل، انا ما كملت دراسة وصرت رئيس مايكروسوفت، واللي كمل دراسة صار شغيل عندي. طيب اوكي بيل جيتس، عد لي كم واحد فيك تعد، تفضل هلا عد لي، انت مو عم تطرح هاي الفكرة وانت مو بدك تفوت بخضم المعترك الرأسمالي، طيب تفضل قل لي كم واحد من هدول الناس اللي نجحوا هي النجاحات الباهرة الكذا اللي انت عم تحكيها وصاروا عايشين برفاهية، عدهم كم واحد، حتلاقي نسبة كتير تافهة مقابل باقي البشر اللي فشلت، اللي هن ما بيورجوك ياهم انه فشلوا، فانت بيورجيك سايت واحد بس بالقصة. يعني مثل اذا انا هلا بركب سيارتي وبروح لارني وبصور لك فيديو او بصور لك صورة شوف المنظر قد ايه حلو، يمكن انا كنت ماشي لمسافة 200 كيلومتر بطريق بيقرف وسيارتي تكسرت ووصلت لاني، عرفت؟ لكن انا ورجيتك النتيجه، ما ورجيتك الطريق تبعي، او العكس ورجيتك انه طريق كتير حلو لكن طلع سد بالاخير، وانا ما ورجيتك انه هو سد بالاخير، ورجيتك كنت عم صور هلا ونحن بطلع لايف وبسوق فيك طريق بجميل، بالاخر اللايف انا خلصنا اوكي هيدا الطريق حلو هيدي السويد وكذا سكرنا، بس هو طريق سد لسه بدي ارجع 200 كيلومتر لارجع على البيت، كان طريقتي رحلتي كلها كانت ان فين، لا معنى بلا مغزى، ف كانت تعب على الفاضي. هلا هيدا اللي عم نشوفه، ناهيك عن قصة انه هالناس هي عم تتعامى وقت عم تكون عايشة بهذا الدريم، هذا عم يصير فيهم مثل الحصان اللي محطوط له هيدا للجام، هو شايف تارجت واحد رايح له، بتلاقيه اهمل صحته واهمل علاقاته واهمل اهله. انا قال لي واحد هون سويدي كنت عم بتناقش معه مشان قصة مادية وكذا، هو رأسمالي ابن حرام يعني، فبس اني مضطر اتعامل معه، فبيقول لي اياها حرفيا، قال لي بالبزنس، وهذا سويدي كمان مش عمال اقول عرب وكذا، قال لي بالبزنس الواحد ابوه واخوه ما بيتعرف عليه، وكلامه صح، وكلامه صح، انا بعرف كلامه شو بدي اقول له، كلام هو عم يحاكيني بعقليته كبزنس، كلامه مزبوط، لو انا بكون ابوه ولا اخوه حيعاملني نفس الشيء لانه العلاقه بزنس بيني وبينه، he doesn't care for anything else anything else at all. وما عنده مشكلة انه انا عم بعمل الصفقة معه وانا مزعوج جدا جدا مزعوج، ما عنده اي مشكلة، وبيعرفني جدا مضطر، ما عنده اي مشكلة، business it's business. بيقول لك اخلاقيات العمل، what the fuck، ما في شيء اسمه اخلاقيات البزنس، ما في هيك شيء، البزنس ما في اخلاق، البزنس كله قباحة انا برأيي. خلقي ديفيد، هي طرح من الأخ أحمد بحيري عم بيقول مساء الخير، بالنسبة للشخص الذي خرج من قطيع ودخل بقطيع آخر يذكرني بقول من رضع الثدي يذل دهرا رأى في الحرية خرابا وشرا. للأسف الشعب لعدة سنوات أن يكون هنالك من يسوقه وليس بالأمر البسيط الخروج من هذه العادة. طبعا جان، لانه موضوع انك انت تفكر، يعني بيقول لك يعني قصه رمزيه بيقولوها انه في واحد عبد ربح مصاري وصار حر، اوكي ما عاد ذكر الطريقه، فسالوه له شو بدك تعمل بالمصاري اللي معك، قال لهم بدي اشتري سيد يعاملني برفق. هي المشكله، انه الناس تفكيرها محدود لدرجه اكثر مما نحن نتخيلها، صدقوني يعني بتلاقي بيقول لك، هي كتير سمعتها مثلا،
اذا راح الدكتاتور الفلاني مين بده يجي بداله؟ طيب انت ليه عم تدور على دكتاتور بداله اساسا اوريدي؟ يعني انت اكل هم انه مين الدكتاتور اللي بده يجيني بدل الدكتاتور اللي بده يروح؟ طب ما انت بدك تخلص من الدكتاتور، هي قد ايه سمعناها هلا بالاحداث اللي عم تصيب السنوات السابقه. طيب انه وات ذا فاك، انا فورا بصفى انه انت ليه اصلا عم، طب انت خلص من الدكتاتور بالاول وخلينا نعمل انتخابات نزيهه كذا ما بعرف شو هي القصه. بس عقليا انه تربوا على اجيال من التسييس، من القمع يا رجل. يعني شوفوا شو بيسالوا، شوفوا شو بيسالوا رجال الدين مثلا، قد ايه رجال الدين مسيطر على عقول البشر، لك بيسالوه باتفه واسخف الامور لرجل الدين. يعني فعلا يعني قالها مره سيد القمني انه تشوف هذه الاسئله بتعرف انت انه الناس مبرمجة لأن تكون منتمية للقطيع لأدق أدق تفاصيل حياتها. ممنوع تفكر، هذا اللي فوق ممنوع تشغله، بتشغله بس بالليمت اللي أنا بقلك عليه. وعلى فكرة هي تبع ممنوع تشغله، هي تبع ممنوع تشغله موجودة بكل أنظمة القطعان اللي بدك إياها، بكل منظومات القمع المختلفة. ممنوع تشغل عقلك بالدين، ممنوع تشغل عقلك بالسياسة، ممنوع تشغل عقلك حتى بالبزنس. يعني هلا اذا انت عم تشتغل بوظيفه معينه المطلوب منك التاسكس تبعك 1 2 3 4، اذا بتفكر اكثر منه او بتبدي راي او بتطلع بفكره معينه، مديرك نفسه رح يتضايق منك لانه بحسك مصدر خطر عليه، اذا شافك كثير فلهوي وفهمان. وعلى فكره هذا خطا من زمان كثير وقعت فيه، يعني كثير ما كنت استوعب الفكره، فكر حالي عم بيض وشه كون عم بطلع انا عم سيء لنفسي عمليا، انه العمل هذا كثير فهمان زياده عن اللزوم، هذا زيادة ما بدي هيك لهالدرجة، أنا بدي واحد يجي يعمل 1 2 3 4 وانتهى الموضوع، ريح لي راسه وما يفكر بأكثر من هيك، بدي إياه يفكر لهي المرحلة بس مو أكثر، ما بدي واحد غبي أبدا ما بيفكر، لا لا لا، أنا بقول لك أنت بدي إياك تفكر، ما بدي إياك تخبص كمان، بس أكثر من هالليمت لا. وهيدا ينطبق على كل الأمور الأخرى، بزنس، دين، سياسة، كذا كذا. فهي المشكلة إنه الناس ربيت من أنت وصغير، ابوك بيضربك وامك بتضربك ويملوا عليك شو لازم تعمل اجباري، وبدك تاكل الاكل اللي هن بدهم يطعموك اياه اجباري، بدك تعمل التفاصيل اللي بدهم يعملوها اجباري، وتلتزم بالعادات والتقاليد اللي انت كطفل مو فهمان ليش هيك لازم تعمل، بس لازم هيك تعمل. انا كطفل كان عندي كتير معضله مع شيء اسمه عيب وشيء اسمه حرام، ودائما فكر فيها من انا وطفل، شو يعني انه اذا انا عملت هيك او ما عملت، انه شو يعني؟ اوكي في امور مفهومه، تقتل واحد، تسرق واحد، كذا، اوكي فهمانه، بس الديتيلز بقى اللي ما بتخلص بالمجتمع تبعك، شيء مصنف تحت الظل الديني بانه حرام، وشيء تحت ظل التقاليد والعادات وكذا، طيب في كتير امور انا فكر فيها من انا وصغير وما تعجبني يعني، وكانت تسبب لي مشاكل الحقيقه، انه اخي ما لها منطقيه القصه وما في لها اي معنى، حتى اقنعني ما عم تحسن تقنعني، لانه اللي عم يعلمك اياه هو كمان هيك تلقنها. هي سياسه التوقين الدائم. قصه رمزيه ممكن احكيها بدقيقتين على تجربه انعملت على الـ 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 على السعاديين هدول اللي كانوا عم يطلعوا يجيبوا موز وحطوهم بالقفص، توقع معظم الاصدقاء بيعرفوها. فمثلا هي تجربه عمليه وورجتك كيف بيتم نقل التلقين ما بين الاجيال، وصلوا لجيل من القرود انه كل اللي موجودين بالغرفه او بالقفص ولا واحد فيهم رش عليه مي، بس ايفن ذو ولا واحد فيهم استرجع يطلع يجيب الموز، ما بيعرفوا ليش. على فكره على اليوتيوب في كتير تجارب اجتماعيه وسيكولوجيه موجوده انا شايفها انعملت بهذا النمط، على فكره نفس هي القصه تبع القرود وكذا، انعملت على البشر بكاميرا مخفيه فظيعة جدا، بنصح الناس تدور عليها تشوفها. لا حدا يسألني على لينكات لأنه أنا ما بعرف بشوفهم بشكل عشوائي، ما لي حافظهم عندي، ما لي مأرشفهم يعني. فهدول التجارب موجودين مثل ما أنت عم نشوفها بعيننا بالتجربة، هيك عم يصير بالواقع. فهذا مسكين بعدين ما عاد فاهم إنه خلص أنا هي حدودي، وعم يجيك لسه المنظومة الدينية بمختلف مناحيها، وخاصة يعني مثل الإسلامية والمسيحية وكذا كونهن الاكثر انتشارا عنا، اللي بيقول لك انه انت هذا الليمت تبعك اصلا، انت يعني في امور خلص ليش عم تفكر فيها؟ في امور ما عاد فيك تفكر فيها اكثر من هيك، هو هيك الواقع، وبيطلع لك بقى بهي الامثال والحكم العظيمه اللي هي معظمها بولشيت، امشي الحيط والحيط وقول يا ربي السترة، واللي بيتجوز عم
كلام كله إذا أنت بتدور عليه بيرددوه بلقنوه سمعانين. نحن من الناس كنا نفكرهم بالنسبة لنا كأطفال قدوتنا وناس عظماء اللي هن كانوا الأجيال اللي قبلنا وأكبر منا ومحيطنا الاجتماعي. اليوم أنت إذا تفكر بهذا الكلام بشكل عقلاني It's bullshit. يعني هي وسائل بس لحتى أنت يسيطروا عليك مو أكثر. تفضل جم. أشكرك أخوي ديفيد. طبعا أنا حاولت أتصل بالأخ حكيم، اتصل والأخ جان اتصل، ولكن لا حياة لمن تنادي. فأتمنى اللي حابب يتصل بس يقول لي، يكتب لي إنه حابب أتصل ويبقى ملازم للسكايب حتى أقدر أتصل فيه يكون جاهز. على كل حال، في السؤال من ماريا عم بتقول: كيف يمكن أن يتخلص الشخص من حب المال والماديات؟ والله شوف، سؤال كثير مهم، سؤال كثير مهم. وعن تجربة شخصية بقول لك إنه الموضوع بس بده وعي، بس بده إدراك لهي القصة، بس بده إنه يكون في عندك حس إنساني، مع تحفظي على هي التسمية لأنه أنا ما شفت من البشر إلا كل شيء بشع، لكن يكون عندك هذا الحس، يكون عندك ثقة بنفسك، يكون في عندك قيمة لنفسك أهم بكتير من ثيابك اللي أنت لابسه وسيارتك اللي ركبانة وماركة موبايلك اللي حامل. هذا الموضوع أنا كتير صدمني بأسفاري وبكذا، وأكيد أي حدا يعني من الناس اللي سافرت انتبه لهي القصص. صدقني يا جان، تعلقك بالماديات يتناسب طردا مع مستوى جهلك وتخلفك الفكري. خليني أقول يعني أنا كثير انصدمت بأنه بتلاقي بأوروبا، بتلاقي أنه ما عنده مشكلة، ما في واحد بيقول لك أنا لهلا ما عندي موبايل سمارت فون لليوم. بالسويد نعم ما عندي، خلص انا عندي موبايلي العادي القديم، موبايل عادي ابو زرار القديم اللي كنا نستعمله قبل 10 سنين، خلص عندي هذا الموبايل وبحكي فيه واموري بخير. مثلا عنده سيارته القديمه اللي شغال عليها لهلا ومبسوط، معه مصاري، ما عنده مشكله، عايش زي ما عم يروح على شغله وبيته واولاده وكذا، وسعيد بحياته وبيسافر وكذا. يمكن يقول لك اذا انا معي، اذا جمعت 2000 دولار بدل ما احطهم حق موبايل انا بروح بعمل سياحه فيهم بستمتع اكثر. عرفت كيف؟ بعمل سياحة، أنا غرضي من السياحة أني أنا أتبروز لأني قعدت بالأوتيل الفلاني، ولا غرضي من السياحة أني أروح زور هي المدينة أو هي الدولة أو شاطئ البحر أو كذا. بتلاقيه بيروح بينام بكرفان، بينام بسيارته، بيوقفوا الكرفان أو السيارة أو الباص تبعه أو أي شيء وخلاص، بينام بأرخص أوتيل ما عنده أي مشكلة. بتلاقي ممكن اذا رحلته يوم يومين ممكن يقول لك اخي بنام بجنينه انا، وهال 50 100 دولار اللي بدي احطها اوتيل انا ممكن استفيد منه باني ازور مدينه ثانيه، بحط ايجار باص لروح على مدينه. فبتلاقي الواحد وقت لقى قيمه لنفسه خارج اطار الماديات، صدقني بتختلف حياته كتير. انا ما عم اقول انه الواحد يعني يعيش متقشف، لا، انا مالي متقشف بهذا الشكل. ممكن تخيل سيارتي ماركتها منيحة، بلبس نظارات كذا، بس لأنه أنا بحب هذا الشيء، لأنه عندي أسباب، لأنه عندي مبررات فيني أقول على هذا الموضوع. في كتير أمور أنا كتير متقشف فيها لأنه ما بتعني لي أبدا، بس موضوع تاني بيعني لي. عرفت كيف؟ ممكن هذا الموضوع بيعني لي، ممكن موبايل أنا بيعني لي لشغلي لقرايتي لكذا أني أشتري موبايل غالي، مو لأنه بدي أشتري غالي بس لأنه بيعني لي مثلا، بس موضوع تاني ما بيعني لي يكون غالي، بشتريه رخيص مثلا. ف صدقني انا وصلت لمرحله، مشان هيك عم اقول لك عن تجربه شخصيه، وصلت لمرحله وقت بكون مضطر اني كون بالاماكن اللي هي الفايف ستارز، صدقني بكون متضايق، صدقني بصير بنتبه على البؤس بعيون العمال واللي عم يشتغلوا والموظفين وكذا بهذا الاوتيل او بهذا المطعم او بهذا المكان او بهذا المول الفخم جدا، مع انه نادرا لاروح هيك. كنت من زمان اضطر بس هلا ما عادت مضطر، ثانكفولي. صدقني كنت اوصل لمرحله انزعاج وقت كون عم شوف، صير شوف البؤس بدل ما اشوف الاشياء الحلوه.
صار ما يعني صرت احس حالي انه بدي يكون كثير حقير اذا مثلا لو معي اني 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 نام باوتيل 5 نجوم، بس انا كثير حقير اذا بدي اعمل هي القصه وفي واحد شحاد نايم تحت بالشارع، ما حيجي من قلبي. لا اوكي حنام، ما ح... ممكن نام باوتيل رخيص، بنام بسيارتي، سافرت كثير ونمت بسيارتي كثير اوقات طويله وما عندي اي مشكله، الجو رواق وكذا. بس هذا الموضوع بالاول بتتخيله كثير صعب، بالاول بتتخيله كثير كذا، بس وقت بتلاقي في قيمه لنفسك، وقت بيصير في عندك حس بالاخرين، وقت بتشوف فيديو على فيديوهات اليوتيوب والصور وكذا على المجاعات وعلى الناس الفقيره، وقت بتروح على الاحياء الفقيره وبتشوفها وبتحس بالاخوه بينك وبين هدول الناس، صدقني انا شخصيا ما عاد يجي من ضميري انا اني فيده لهذا المستغل باني انا اشتري منه هذا المنتج الغالي او نام بالاوتيل الغالي الفخم تبعه او اعمل هي المظاهر لحتى فيده مثلا، عرفت؟ ما عاد يجي من قلبي، لا بدي روح فيد هذاك الدرويش اللي فاتح محل صغير اللي كذا عم يدبر حياته فيه، بشعر بسعاده. هذا اللفل اللي بدي الناس توصل له، هذا اللفل الجميل بالموضوع. صدقوني وقت بنوصل لهي هذا اللفل الانسان كثير بيوصل لسعاده ما كان يفكر فيها من قبل، ما كان يحس فيها من قبل. تفضل. أشكرك أخوي ديفيد، وأنا عم بحاول أتصل بالأخ سام، أراد يتصل فينا. أنا أتمنى ترد على السكايب أخ سام ونروح على، طيب لحتى أهلا وسهلا سام، تفضل. تحياتي، كيف حالكم؟ سلام، سلامات سلامات. الصوت مسموع؟ يا ريت تعلي صوتك أكثر شوي حتى يصل الأصدقاء. هيك الصوت واضح؟ تمام، تفضل. طيب تحية لك جاء أخ ديفيد، حقيقة مشاركة بسيطة. أنا بشوف الغالبية البشرية هم مغلوبين على فعلا قادرين أن يفعلوا شيء فعلا، سألت سؤال عن التكست، أنا حاليا الدول الاسكندنافيه هي الافضل، ربما هي الافضل حاليا في العالم من ناحيه المنظومه. ما راي ديفيد بهذا الكلام طيب اشكرك سام، اشكرك جزيل الشكر حبيبي، والصوت عم بيقطع شوي فما تاخذنا. بسيطه، شكرا. طيب ديفيد، الغالبيه انه تتخلص من عقليه القطيع، الغالبيه. عد لي السؤال، الصوت كثير منقطع، سمعت كلمة اسكندنافية وبس ما فهمت. هذا بقى بصراحة هذا القسم الثاني من السؤال، هو عم بيقول هل من الممكن غالبية الناس تتخلص من عقلية القطيع والدول الاسكندنافية، يعني انه وصلت لمرحلة جيدة في التخلص، يعني كمثل اخذوا على اساس، انا هذا اللي فهمته يعني. هلا هل يمكن؟ انا اتمنى، انا احلم بهذا الشيء. تاريخيا لهلا ما صار، يعني تاريخيا لليوم الغالبيه من البشر هن عباره عن قطعان يعني يتبعوا الاقليه من مختلف مثل ما قلت دينيه سياسيه اقتصاديه، لكن اتوقع انه رح يجي يوم وهدول البشر يبلشوا يتخلصوا منها. وقت الو معي انت؟ تفضل 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 كمل، بس انا عم بتصل في جامعة، تفضل. اوكي، فانا عم اقول انه تاريخيا البشر كانوا عباره عن قطعان وماشيين بسياسه القطيع وكذا، لكن أتأمل أنه رح يجي يوم مستقبلي بالتاريخ بالمستقبل أنه البشر رح يكون صار عندهم حالة أنه fed up، يعني أنه خلص it's enough، وهذا الشيء يعني ما رح يصير إلا مع أولا زيادة بالوعي، زيادة بالوعي، تحسن المنظومة التعليمية الثقافية كذا كذا، زيادة التقارب ما بين البشر، هذا الشيء بيخليك تحس بآلام البشر التانيين وأحلامهم وكذا. ماشيين احنا بهذا الخط بخطوات بطيئة كتير،
يعني اللي انت، انا اجتمعت مع كتير ناس في اوروبا وكذا، ناس اللي ساعدت لاجئين، والناس اللي مسخره حالها للانشطه، الناس اللي بتروح على افريقيا لتساعد وكذا. ف في ناس عن جد عم تحاول تطلع من سياسه القطيع، عم تحاول تعمل خطوات تصحيحيه، لكن الموضوع اخذ خطوات بطيئه كتير يعني. للأسف. طيب خلينا ناخذ اتصال من أخونا جانو. جانو تفضل. جانو تحياتي حبيب جان لك ولحبيبنا ديفيد رجل الكهف ولجميع الأصدقاء الموجودين في الشات. طبعا نحن يعني نعيش في مجموعة من الطبقات من القطيع. أول طبقة هي الدين، ثانيا أنه أفكار، يعني كل شخص يكون عنده أفكار، مثلا إذا حتى بتكون عندك أفكار ثانية مفكرية تجاه الوالد، أفكار الوالد، الانتماء السياسي، حتى إذا ما بعرف شو هذا الانتماء اللي ينتمي إليه في السياسة. القطيع الأكبر هي المجتمع. علي البرتي عنده معقولة كثير حلوة، بيقول لو خيروا العرب بين دولتين علمانية ودينية لصوتوا للدولة الدينية وذهبوا للعيش في الدولة العلمانية. فهذا يعني دليل واضح على نهج القطيع في مجتمعاتنا. تحياتي. شكرا شكرا. على ناخذ استاذ كفاح حابب يشارك معنا، راح ابعت لك الهانج اوت استاذ كفاح في مداخله. طيب في الالهه اثينا عم تقول سؤال للاخ ديفيد، ما هو مستقبل الالحاد خصوصا في ظل القمع والارهاب الاسلامي على الالحاد؟ دولة الإلحاد باقية وتتمدد، هذا المستقبل تبعه. يعني هذا مو اسمه قمع، هذا اللي عم يصير هو حركات بربرية عم يحاولوا يقوموا فيها. نفس اللي يعني هذا اللي التاريخ هيك عم يشتغل، والتاريخ علمنا إنه السيف ما بيقتل الألم. وين الألم ليكم؟ أنا ما بعرف ليش هيك الكاميرا اليوم عندي، بالعكس يمكن كل الكاميرا بالعكس محطوطة. anyway التاريخ علمنا انه السيف ما سكت الألم بحياته. والإحصائيات بتقول انه اللادينية هي المعتقد او الأكثر انتشارا بالقرن العشرين واليوم. فمستقبل الإلحاد يعني انا ما عندي is not negotiable، يعني ما له تساؤل بصراحة بالنسبة لي. هو نتيجة حتمية انا شايفة للمستقبل اللي نحن عايشين فيه. لكن كل هذه الحركات اللي عم يعملوها هي حركات عم تبطئ من تقدمنا، هي حركات بس عم تؤدي لزيادة البؤس، لزيادة الشقاء، لزيادة الدم اللي عم ينسال. ونحن الأنشطة اللي عم نحاول نقوم فيها بس لنسرع المخاض هذا، لحتى نعجل من هذا الموضوع، نخف. يعني إذا حسنا نقلل من عدد الناس اللي ممكن تنقتل بسبب هي الهجمات اللي هن عم يعملوها هلا. الأديان اليوم كلياتها، مش بس الإسلام، يعني هي بمرحلة تخبطها النهائي. شفنا المسيحية قديه تراجعت وتراجعت، والبابا الأخير قديه تراجع وتراجع بقصص كانت يعني عبر الـ2000 سنة الماضية هي محور بالمسيحية، ظلت تخسر تخسر. واليوم يعني صدقني من هون لكم بضعة عشرات من السنين المسيحية رح تصفى بس موضوع طقوس، يعني اسمية لا أكثر ولا أقل. نفس الشيء الإسلام ماشي بنفس المنحة، حتما البشرية ما رح تسمح يعني لحمامات الدم اللي عم يقوموا فيها المسلمين لليوم. أوكي يمكن لهلأ ما في خطوات جدية بمكافحة هيدا الموضوع،
لكن الموضوع ما راح يطول، يعني ما راح يسمح له يتفاقم اكثر من هيك بكثير. ما تتخيل يعني انه عن جد يعني هدول شوية رعاة همج جايين من قبل 1500 سنة انه يكون في لهم كلمة بال 2017، شيء القصة ما بتصير. يعني ما مثل ما انه ما بامكانك تتخيل مجموعة بدو جايين بالسيف والجمل ويسيطروا على لندن او على ستوكهولم او على اي مدينة ما بتصير. ممكن يقتلوا 10 20 30، يعملوا لهم طوشة عجقة كذا خلل أمني، لكن أنه يفرضوا سيطرة لا، هذا الموضوع يستحيل أن يتحقق. بكل تأكيد. طيب خلينا ناخذ مداخلة من أستاذنا كفاح. أستاذ كفاح تفضل. تحية للجميع أخوة وأخوات، تحية الحرية، تحية للعزيز دايفيد، تحية لجان، تحية لكل المستمعين والمشاهدين. العربي يختار القطيع لأنه أسهل، لأن الانفراد عن القطيع ثورة، والعربي أو الشرق الأوسطي ما قادر على الثورة، فيصير على حس الطبل خفاً يا رجليه. القطيع راقص ارقص، القطيع يلطم على الحسين ألطم، القطيع إلا من اختار الحرية، هذاك اللي راح يصير عنده رأي ويصير عنده قرار. أما القطعان كثيرة، وثقوا إذا ما كانت هناك إرادة حقيقية ذاتية عند الإنسان بالتحرر راح يبقى يتنقل من قطيع إلى قطيع. هذا واحد. اثنين، أني ما أتفق ويا عزيزنا ديفيد من يقول أنا من أروح أقعد بخمس نجوم أحس إنه لولا خطية. لا عزيزي، شنو خمس نجوم؟ يعني إذا أنا ما أقعد بخمس نجوم، من يقعد بخمس نجوم؟ ليش يعني أنا ليش ما أقعد بخمس نجوم وأشتري لامبورجيني وأشتري أحسن سيارة وأتمتع إذا أنا كنت قادر وكان جيبي مليان أسوي اللي أريده، أسوي اللي أريده. أما إذا أنا كنت مثلا جيبي فارغ، فلا، راح أصير نبي أسول حيشاكم، يعني اصير نبي على جيبي. اما اذا انا عندي، مو انا كتبت لك من اول مليون صار عندي، اول مليون دولار سويت صرت طاغية، بالمليون الثاني صرت حر، بالمليون الثالث صرت خادم. ليش؟ بالمليون الثالث صار عندي اختيار، بالمليون الثاني صار عندي حالة نيوترال، أما بالمليون الأول لا كنت طاغية. ليش؟ لأنه أريد أجمع أكثر وأكثر، لكنه من توصل إلى حد التمتع فعلا بالحياة وجيبك يصير شغال خلاص، راح تركب أحسن سيارة وبطاقاتك دائما بالفيرست كلاس، وبعدين ارقى سفرات تسافرها وتفتر العالم كله وانت شبعان ومرتاح. هذا ما له علاقة بالقطيع، هذا قناعة، والجيب هو اللي يحكي. اما اذا اني هل كان وتعبان وجيبي ما يسمح لي إلا أن أكون نبي، لا راح أصير نبي وأني مجبور على هذه النبوة الزائفة. فلذلك أقول دائما أنه خلي نكون واقعيين مع حالتنا. ما أتوقع أبدا أنه العربي يطلع من القطيع، لأنه يستسهل أن يكون ضمن القطيع، و قليل. لا تحسب الناس مثلك يا عزيزنا دايفيد أو مثل العزيز جان، قليلين هم الأحرار، قليلين هم اللي يختارون طريق الحرية. ولذلك الدعوة هي جميلة بكل الأحوال. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا. تحياتي أستاذ كفاح، وأشكرك جزيل الشكر على المداخلة. دايفيد تفضل إذا في عندك أي تعقيب.
أنا أتفق بكلية مع الأستاذ كفاح بالجزء الأول اللي حكاه بمداخلته، موضوع أنه القطيع صعب أنك تطلع منه. طبعا لحتى تطلع من القطيع هذا أصعب شيء، أصعب قرار ممكن تتخذه بحياتك، ما هو قرار سهل أبدا، يتطلب شجاعة جدا. مثل ما قال نيتشه: أتراك تريد حياة سهلة؟ إذا فاتبع القطيع. بس بدك تطلع عن القطيع، لانه وقت بدك تطلع عن القطيع they gonna question you، بده يبلشوا يسالوك، بدك تبين مختلف، بده يكون عندك اجوبه يفترض على هيدا ليه انت قررت تطلع عن القطيع. ولحتى تقرر تخوض بطريق ما له مالوف بالنسبه لك، ما له معتاد المسيره عليه، هذا صعب. كلياتنا وقت بدنا نروح مشوار نسأل الجي بي اس، بنروح من الطريق اللي الناس بتعرفه لانه هيدا الطريق الاسهل، هيدا الطريق المعبد، هيدا اللي كل الناس ماشية عليه. بس اني انا بلش اختار طرق حيكون صعب كتير، يمكن كتير انه اطلع فاشل، يمكن يطلع طريقي غلط او صعب او سيء الى اخره. هلا بالجزئية الثانية انا اختلف طبعا معه مثل ما هو اختلف معي بالاساس. واللي انا بدي اقوله هلا، اولا انا ما معي 3 مليون دولار لحتى اعرف شو بيكون شعوري بس يكون معي 3 مليون. هلا اولا وقت انت قلت انه صار عندي اول مليون، فانا صرت ما اتذكر التعبير اللي استعمله، انه طاغي طاغي طاغي. طاغية تمام، صرت طاغي. هلا عم تقول وقت صرت يمكن بالمليون الثاني او الثالث بطلت طاغي. هلا القصة هي بالليميتس اللي انت حاطه بحالك. يعني لا، في ناس بيكون عنده ليميت انه انا بدي اخي يصير معي مليون، في واحد عنده التارجت تبعه 3 مليون، في واحد التارجت تبعه انليميتد. سو كثير غيرك عندهم التارجت انليميتد، فهن يضلوا ماسكين الطاغيه ويضلوا ماشيين. وهدول الاشخاص اللي عم يضلوا مسيطرين عمليا علينا، على البشر كلياته. ما حين بيسيطر على البشريه واحد رضيان بالمليون والمليونين ولا المليار حتى بشكل عام. هلا شو مشكلتي بانه انا اكون عندي اذا معي ادفع بخمس نجوم ولا كذا؟ انا اللي مشكلتي وين؟ مشكلتي انه اخلاقيا انا برايي ما لازم يكون في عندي اوتيل خمس نجوم وجنبه في ناس ميتة من الجوع. انا رحت على، انا بكوالالمبور، فوت على بيتروناس تاورز بكوالالمبور، في افخم من هيك؟ والمكان المحيط فيهم والمولات الضخمة والأوتيلات الضخمة بهديك المنطقة. صف سيارتك إذا قررت أنت أخي ما بدي أدفع باركينج، الباركينج غالي، بدي أروح صف سيارتي بأي حارة فرعية. روح صف سيارتك وشوف البؤس اللي هنيك. أنا نزلت من سيارتي جردون عم يركض بين رجلي، زبالة ما حسنت خلص، زبالة القرن. الناس عم تطبخ على البلكون ما عندهم قرنة يسكنوا فيها، الناس بقمة الفقر اللي هنا عم يشتغلوا بهذا المكان الراقي اللي هو بيتروناس تاورز والأوتيلات المحيطة فيه. نفس الشيء بدبي، أنا كنت بدبي ما لحقت ما كنت ب يعني كنت بدبي 2008 2009 2007 هيك بهذيك الفترة، فما كان هذا البرج خليفة الجديد، لكن قبله موجود الأبراج والكونستراكشنز وكذا. طيب روح على بعض الأحياء بدبي وشوف البؤس، شوف الهنود اللي نفسه عم يشتغل هنيك، اللي أنت رايح عم تدفع. وقت أنت عم تدفع له مثلا هال1000 دولار لحتى تقعد هيدي الليلة بالأوتيل، ولا 500 دولار ولا وات إيفر، أنت عمليا مالك عم تساعد هذا الفقير المسكين تقنيا، لأنه هذا المسكين يمكن عم نصيبه منه 5 دولار هذا راتبه باليوم، عم يكون أنت باقي المبلغ كله رايح للطبقات الأخرى. الموضوع أكثر تعقيدا من هيك وماله بهيدي البساطة اقتصاديا بعرف، لكن انا اللي بدي اقوله انه انا وجهة نظري، انا صدقا هذا اللي بيصير معي، انه انا وقت بشوف هذا المكان وبشوف المكان الثاني اللي جنبه ملاصق له تماما، شوفه باي مدينة بالعالم بدك اياها. هلا اختار اي مدينة بالعالم وروح شوفها، حتلاقي نفس الموضوع، الاشياء الكثيرة والاشياء الاقل. هلا انت وصلت، كنت بالاساس طاغية او صرت طاغية لجمعت المليون مليونين وثلاثة. انا شخصيا ما بدي اكون طاغيه ولا بكون مبسوط لاني اكون طاغيه، لانه عندي هي الفوكس من الاساس، لانه انا عم شوف انه انا وقت بدي اكل مال الناس لحتى انا يصير بجيبتي مليون. هذا البزنس هذا اللي كنت انا عم بحكي عنه قبل شوي، انا ما صار معي مليون ومليونين وثلاثه لادفع فيرست كلاس. طيب ما انا اذا دفعت فيرست كلاس ولا دفعت العادي الايكونومي، قد ايه الفرق بالمبلغ مخيف بيناتهم؟ طيب والنتيجة واحدة رح أوصل، هي ساعتين ثلاثة بالطيارة، شو هالموضوع؟ ممكن أنا وجهة نظري رح يكون ضميري مرتاح
إذا أنا استثمرت هاي المصاري بإني ساعدت واحد محتاج فيها، إذا أنا حسنان إدفع، ما فيني أقول لك لا تعملها. أنت عم تقول إذا ما حدا سكن فيهم مين بده يسكن فيهم، أنا عم أقول ما لازم يكونوا موجودين بهيدا هيدا التباين المخيف على الكرة الأرضية اليوم، ما هو تباين طبيعي. أنا ما عم بحكي على فرق بين الناس كلها، مثلا عم نحكي على رينج ما بين دبل بالإنكم أو دبل بمستوى المعيشة، أنت عم تحكي على فروقات كتير كتير مخيفة ما بين الليفلز وليفلز تانية موجودة. أنا هذا اللي عندي مشكلة معه، أنا هذا اللي عم أقول، أنا من وجهة نظري ما لازم يكون موجود أساسا قبل ما أفكر مين بده يكون موجود فيه. هاي ببساطة القصة. بس مو شرط، اذا تسمح لي جان عزيزي، اذا تسمح لي ثواني، بس مو شرط انه كل واحد صار عنده ملايين معناتها انه سرق، لا مو شرط ابدا. ما حيكون سرق بطريقة مباشرة، أنا ما قلت إنه كل سرق بطريقة مباشرة، لكن أكيد ما صار معه الواحد ملايين من الدولارات وهو مثلا عم يشتغل هارد جوب بايده هو والعمال اللي معه والانكم اللي عم يفوت من ورا هيدا الهارد جوب عم نتقاسمه كلياتنا مع بعض بنفس القوه. اكيد لا. دايفيد، دايفيد، انت عشت ماليزيا، صباغ بيوت عنده 5 ملايين دولار، دول الصينيين، انت عشت في ماليزيا، صباغ بيوت عنده 5 مليون، شو 5 مليون؟ عم بحكي على الشخص اشتغل هذا معه 5 مليون اذا ورتان من حدا من قبل، وبعدين حدا بيكون معه 5 مليون بيشتغل دهان بيوت، يعني ما صار لا يشتغل. انت على كل حال يا استاذ، انا اشكرك استاذ كفاح بصراحه، اصدقائي خلص، وانا اعتذر من الاخ نزار اتصل فينا، انا ما قدرت اخذ اتصالك اخوي نزار، آسف كتير، ولكن راح أخذ سؤالك، والسؤال الأخير طبعاً أنا آسف كتير نزار، هو سؤال عم بيقول ما مدى مساهمة الأنظمة السياسية في تكريس عقلية القطيع والتطويع؟ طبعاً طبعاً هي هي أحد الأزرع الأساسية، أكيد أكيد. ما في منظومة، بمعظم المنظومات الموجودة اليوم ما في منظومة ما بدها تكرس سياسة القطيع، وإلا هو كيف بده يسيطر على هيدا الشعب؟ يعني هيدا دائما أنا اللي بحكيه ومنكرره دائما، أكيد هي عنصر أساسي مش بس الدين. أنا دائما بقول الأذرع الثلاثة مرتبطين مع بعض، دين سياسي اقتصاد، ممكن أحد الأشخاص يأخذ المنح الديني، واحد تاني منح سياسي، واحد منح اقتصادي، بس بالنتيجة هي الثلاثة بشكلوا منظومة متكاملة، من ما بدك تهرب من واحدة بتعلق بالثانية، بس ببساطة، أو بتعلق بالثانية. طب أنا أشكرك أخو، أشكرك أستاذ كفاح، وأشكر أصدقائي على طبعاً بكرة راح ناخذ عطلة على ما أظن، يعني بكرة ما راح يكون عنا حلقة، ولكن يوم السبت الساعة 5 بتوقيت لندن راح يكون معنا حلقة مع نبينا سامي الديب في أخطاء القرآن، والحلقة 27، وطبعاً نواقص القرآن راح نكمل فيها يوم السبت. طبعا راح اذكر اصدقائي بالاشتراك بالقناه مره اخرى، وتوزيع رابط القناه كمان على الاصدقاء، يعني تعرفوا هاي قناتنا عمرها اسبوع، واتمنى من الاصدقاء الدعم، فاشكركم جزيل الشكر مقدما على دعمكم، واشكرك اخوي ديفيد، وانا بصراحه يعني اتشوق الى حلقه اخرى في صديق، على فكرة في صديق قال لي بدنا حلقة على مفهوم الشيوعية، فما بعرف إذا بتوعدنا بهيك حلقة. أنا برأيي إذا بتلاقي حدا من الشباب الشيوعي يمكن يعني يكون أكثر، أنا فيني أحكي عن هذه الحلقة لكن أنا مالي شيوعي، فما بدي فوت بديبيتس بهذا الموضوع أو كذا يعني، ففينا نحكي بشكل عام عن الموضوع، أو ممكن تلاقي حدا من الشباب اللي هو عن جد شيوعي فممكن يعني يكون أكثر اختصاصا مني بهذا الموضوع. تمام. أنا طبعاً أدعو إذا في أصدقاء شيوعيين وحابين يفهمونا ما هي الشيوعية، ويفهموا الأصدقاء ما هي الشيوعية بحسب رأي شيوعي، حتى تكون الصورة واضحة من طرف صاحب الفكرة، يعني أتمنى يتواصل معي حتى نصل لمثل ما بقولوا لشخص يحكي الحقيقة من صاحبها مثل ما بقول.
كله. أشكركم أصدقائي جزيل الشكر، وأشكر أخوي ديفيد، وأشكر أستاذنا كفاح على المشاركة، وأشكر كل من طرح أسئلة، وأسف كثيرا وأعتذر لكل من ما قدرت أخذ أسئلته ولا أخذ اتصاله. أشوفكم يوم السبت، إلى اللقاء أصدقائي، إلى اللقاء.